لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن المشركين في كفرهم وعنادهم، إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات، أي في حال بيانها ووضوحها وجلائها، يقولون هذا سحر مبين، أي سحر واضح، وقد كذبوا وافتروا وضلوا وكفروا. أم يقولون افتراه، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني وليس كذلك لعاقبني أشد العقوبة، ولم يقدر أحد من أهل الأرض، لا أنتم ولا غيركم، أن يجيرني منه، كقوله قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولهذا قالها هنا قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. هذا تهديد لهم ووعيد، ما سبق أن ذكرنا أن قول المشركين عن القرآن أنه سحر مبين دليل على اعترافهم بأثره في قلوبهم وقلوب الناس، وأنه شديد التأثير، حتى شبهه بالسحر البين، لأنه يغير القلوب ويأخذها إلى التصديق به وإلى الإيمان بما جاء فيه، لولا أنهم قاوموا ذلك بهذه الشبهات. وقوله عز وجل قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، بيان أن من افترى على الله الكذب بادعاء النبوة فإن الله ينتقم منه ويفضحه ويبين كذبه، كما قد فعل سبحانه مع مسيلمة والأسود والعنسي وغلام قدياني، أحمد غلام قدياني، وكذا الباب والبهاء الذين ادعوا النبوة في زماننا، والمختار الثقفي قبل ذلك. وهذه الأمور مشهورة معلومة في أن الله يحفظ دعوة الأنبياء من أن تختلط بغيرها بما يفعله عز وجل بمن ادعى النبوة وبما ينتقم منهم ويفضحهم. ولذا كانت الشهادة لله عز وجل بصدق الرسل ليس فقط في الآيات المسموعة، ولكن أيضا في الآيات المشهودة. قل كفى بالله شهيدا، كفى به شهيدا بيني وبينكم، فهذا فيه دلالة على أن فعل الرب سبحانه وتعالى المشاهد في الكون هو من شهادته
لرسوله صلى الله عليه وسلم بالصدق، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يقدح في وجود الله عز وجل ووحدانيته وإلهيته وربوبيته، إذ كيف ينصره ويؤيده ومعه العدد القليل على أضعافهم من في العدد والقوة والمكر ويعني شدة الكيد، وهو يؤيده كل حين بأنواع من المعجزات الباهرة، وهو في ذلك كله يكذب على الله، يؤيده بما يوحيه إليه من أنواع التشريعات والعقائد والعبادات التي لا نظير لها، التي تأخذ بالعقول، كل ذلك وهو يكذب على الله وهو يؤيده، نعوذ بالله. تأييده على تلك الحال هو من شهادة الله له بأنه صادق، وإلا انتفت دعوات الأنبياء، بل انتفت ربوبية الرب ورحمته وعزته وقهره، إذ كيف يأذن بأن تختلط دعوة الحق بدعوة الباطل بطريقة تلتبس على الناس حتى يظنوا أن أبطل الباطل هو أظهر الحق، لأن من ادعى النبوة فقد قال بأبطل الباطل، فكيف تلتبس دعوة الأنبياء بأبطل الباطل؟ لا بد أن يظهر الفرق جليا واضحا للخلق. فما فعل الله بأنبيائه ورسله وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم شهادة له صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل. قال: وقوله قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بأول رسول طرق العالم، بل قد جاءت الرسل من قبلي، فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم، فإنه قد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: قل ما كنت بدعا من الرسل، ما أنا بأول رسول. ولم يحكي ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك. وقوله: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: نزل بعدها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة: إنها منسوخة بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا على الصحيح لا يسمى نسخا، لأنه لم يبطل ما فيها، وقت ما نزلت لم يكن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد امتثل هذا الأمر. وأما نزول خبر آخر فيه تفصيل ما يفعل الله به، هذا لا يسمى نسخا لما أجمل أولا. قالوا: ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد بين الله ما هو فاعل بك يا رسول الله، فما هو فاعل بنا؟ فأنزل الله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. هكذا قال. والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا: هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله هذه الآية. قال الضحاك: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري بماذا أمر وبماذا أنهى بعد هذا. وقال أبو بكر الهذلي عن الحسن البصري في قوله: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قال: أما في الآخرة فمعاذ الله، قد علم أنه في الجنة، ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا. أخرج كما أخرجت الأنبياء قبلي، أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي،
ولا أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة. هذا قول يعني حسن جميل، لأنه ليس فيه نسخ أو ليس فيه ادعاء النسخ، وكذلك ليس فيه مخالفة لظاهر الآية، والله عز وجل لم يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الغيب، فهو يدري ما يفعل الله به في الجملة من ظهوره وانتصاره، ولكن كيف يقع ذلك، أو أنه في الآخرة في الجنة، لكن كيف يقع ذلك تفصيلا، ويمكن أن يكون ينتصر بعد أن يقتل أو يؤذى أو يجرح، فدعوات الأنبياء وإن قتلوا تظهر وتنتصر وتنتشر. قال: وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير، وأنه لا يجوز غيره، ولا شك أن هذا هو اللائق به صلوات الله وسلامه عليه، فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه، وأما في الدنيا فلم يدري ما كان يقول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا، أيؤمنون أم يكفرون، فيعذبون فيستأصلون بكفرهم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم، هو الحديث عن خارجة بن زيد عن ابن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم من الأنصار يعني، أخبرته وكانت بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: طار لهم في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين عثمان بن مضعون، طار لهم يعني وقع نصيبهم في القرعة على عثمان بن مضعون، كانوا يتقاسمون المهاجرين من الذي يسكنهم عنده، طار لهم في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين عثمان بن مضعون، فاشتكى عثمان مرض، فاشتكى عثمان عندنا فمرضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه يعني كفناه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فقلت: والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وأحزنني ذلك، فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك عمله. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، وفي لفظ له للبخاري: ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، بدل ما يفعل بي ما يفعل به، وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها فأحزنني ذلك. وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم كالعشرة وابن سلام والغميصاء أو العميصاء وبلال وسراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر والقراء السبعين الذين قتلوا في ببئر معونة وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء. وقوله: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي إنما أتبع ما ينزله الله علي من الوحي، وما أنا إلا نذير مبين، أي بين النذارة وأمري ظاهر،
لكل ذي لب وعقل. وقول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.